انا المهندس محمد من سوريا. تحت التدخل العدواني الروسي على سوريا منذ 7 سنوات ارتكب الكثير من المجازر وهدم البنى التحتيه، وكان سبب كثير من معاناه الناس انها تهجرت من بيوتها واليوم هي ساكنه في خيام. كل التضامن مع الشعب الاوكراني لانه هو اليوم عم بيعاني من نفس المعتدي الروسي ومن نفس الغزو الروسي. انا بكون طالب شحاده خضر زعلان على اطفال اوكرانيا ونتمنى توقف الحرب بسوريا واوكرانيا.